بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بقوله كلها في النار، هل معنى ذلك أنهم مخلدون فيها؟ لا، يتفاوتون في النار. أحد يخلد فيها إذا كان ارتكب الردة عن الإسلام أو مكفرا من الذنوب فهو في النار خلد فيها، أما إذا كان مخالفته دون الكفر دون الشرك فهو لا يخلد فيها، هذا من عصاة الموحدين يدخلها إذا أراد الله لكن لا يخلد فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يخلد في النار إلا الكافر والمشرك. نعم.